بحلقتنا لهذا اليوم بفقرة حرف ومواهب لليوم معنا ضيفة مميزة جامعة مجموعة من المواهب ودراستها بمجال، وإضافة لكثير من القصص اللي هي بتشتغل فيها بحياتها وبتملي وقتها فيها بشكل إيجابي. خلونا نرحب سوا بالفنانة الشابة ميس عثمان. يسعد صباحك. صباحك يا رب. يعني بداية حضرتك أكثر من شيء بتشتغلي فيه، خلينا نحكي عن المواهب اللي بتشتغلي فيها حضرتك إضافة لدراستك بمجال آخر تماما. هلا أول شي، من لما كنت صغيرة الفن بيجذبني، فكنت أي فرصة أي صدفة ممكن كنت أستغلها مشان أعرف شو جواتي، شو اللي ممكن أبدع فيه. فأول شي كان بالمسرح، صارت صدفة شلة من الشباب بدهم يعملوا شي يوصلوا فكرة للعالم، فطلعنا مسرحيات، والتشجيع من الناس ومن العالم هنن اللي خلانا نستمر. بأي بعدين عمر؟ بأي عمر هيدي؟ هيدا كان عمري شي 20 هيك. تمام. بعدين كفينا وفي ظروف صارت معنا فما قدرنا نكفي. صارت لي فرصة بعدين بسويدا مثل فيلم، وكتير تشجعت للموضوع ورحت ومثلت فيلم قصير، وكمان كنت كتير مبسوطة فيه. بعدين بسبب الدراسة وبسبب شغلي وهيك وقفت شوي، وكمان بسبب اني بحب المسرح اكثر الصراحة، اكثر من الكاميرا. بحسه يعني بمثلني اكثر من الكاميرا او التلفزيون او الافلام يعني بشكل عام. فانطرت هيك انه يصير لي فرصة بالمسرح او فوت بهذا المجال. بعدين صارت الكورونا وصار الحجر، وكان صدمة صراحة انه وقفنا جامعة وقفنا شغل. فحبيت اني اعمل شيء، وكتير في شباب عملوا شيء مميز بهذا الوقت، استغلوا وقتهم بشيء مميز. انا كنت ارسم ماندالا من زمان يعني، بس ما صعب اي الماندالا. بس انه اشكال بسيطة هندسية بسيطة. تمام. ما كنت اتخيل انه يطلع معي مثل اللوحات اللي بشوفهم على الانترنت او هيك. صرت تابع يوتيوب قصص مشان اتعلم اكثر. ساعات وايام ما حس بالوقت يعني، وخاصة اني بعد ما اكتشفت انه في دراسات اثبتت انه الماندالا هو علاج اكثر ما انه فن، صحيح. علاج من الاكتئاب والتوتر والقصص اللي نحن عشنا فيها بفترة الحجر يعني. بساعد على التركيز فساعدتني وقصص كثير. كتير، صارت ايدي اثبت، صارت تركيزي اقوى، حتى يعني دراستي بالجامعة تحسنت بسبب حلو. الماندالا. تمام. فتشجيع من الاهل اكثر شيء، ورفقاتي انه عرضيهم على النت تمام هيك، حلو. بس ما توقعت ابدا انه في عالم انه بدها تشتري هاي اللوحه تحطها ببيتها بالصالون بالغرفه. كتير انصدمت. هو يعني مثل ما عم نشوف هلا بالصور اللي عم بشوفها على الشاشه، انه رسم صعب. يعني نحن لحتى نرسم هيك رسمه، وتحديدا شغل الايد دائما بيكون له وقع خاص يعني بالقلوب، دائما بنحب نشوفه ونتامل هيدا العمل اللي الشخص راسمه، قد ايه اخذ معه وقت، قد ايه كتير متامل فيه بهيدي الرسمه، شو قصده فيها كمان. هيدا القصص كلها ممكن تشجع الناس. انت كيف وصلتي لهيدا المرحله من الاحتراف؟ قد ايه يعني تدربتي؟ كتير وقت كتير يعني، احيانا ضل باليوم 8 ساعات او هيك 9 ساعات حتى ما اقوم اكل يعني، الاكل جنبي يعني، بس انه لاني ضيع بالتفاصيل. استغرب احيانا انه كيف الفنانين يطلع معهم هيك لوحات، بس يهتموا بالتفاصيل وتطلع الشغلة من قلبهم عن جد. حتى كل لوحة بتمثل حالة نفسية، وحتى الألوان بتمثل حالة نفسية يعني غير مثل التانية. هيك لما صورة، يعني قد ايه ممكن لوحة، قد ايه ممكن نحن ناخذ وقت لحتى نرسمها؟ شي 3 أيام إذا ما عم أعمل شي 3 ايام ولا شيء غير اللوحة؟ نوم وأكل بس. يعني إيه لا، هيدا ال إيه إذا بدي أطلع احترافية وتفاصيل، لأنه كل رسم يدوي يعني. أنا أبدا ما بستخدم يمكن المسطرة والبيكار، بس
ما بتستخدمي غير المسطرة والبيكار وبيطلع معك هيدا الدقة ما شاء الله. هيدي الموهبة إضافة كمان في موهبة ثالثة ما حكيتي عنها شو هي؟ الصباريات. صباريات ايه تمام. الزراعة طبعا، الطبيعة يعني الطبيعة هي أمنا بالنهاية، والطبيعة بتشدني كتير بكل تفاصيلها. بصراحة بلشت بهذا الموضوع لما شفت أمي عم تزرع، ويعني هيك شتلة صغيرة، ومثلا تفيقي بعد أسبوع أسبوعين تشوفي طالعة الوردة أو أي شيء أو أي ثمرة، فبتحسي مثل كأنك عم تربي ولد صغير يعني، حلو وناطرة لحتى يكبر. فهذا الشيء خلاني أحس إنه أنا عم أعمل إنجاز صراحة، لو بتفاصيل صغيرة، حتى يعني شكل الغرفة، شكل البلكون، شكل غرفتك أنت إذا بيغير تماما. بيتغير تماما مع النباتات والصبارات. هلا أنا بحب كل النباتات مو بس صبارات، بزرع بشكل عام، بس الصبار بحبه لأنه هو عن جد بيصبر بيعطي طاقة بيعطي الصبر. طاقة، ويعني بيتحمل العطش، بيتحمل الشمس، وبيطلع بأعداد هائلة يعني، حلو. بيتكاثر بأعداد هائلة. يعني ما بقيد بالاهتمام، خلينا نقول كمان ايه هيدي تماما. النبتة ما هلا بس بقيدنا كمان كثير بالاهتمام فيها، يعني بنحبها بنرعاها ولكن ما أنا متعبة كنبتة. تماما، بس بحس انه النباتات بتحس فينا كمان يعني، ما بعرف اذا بدي احكي هيك، بس عن جد لما بسمع موسيقى بسمعها معي بحس انه عن جد كبرت اكثر، يمكن حلو حالي حلو نفسية، حالة بس بشوفها حالة عن جد حلوة، ولكن كبرت حلوة اكثر. يعني إنه نحن نحس بكل شيء ايه حي موجود حوالينا. مرة كان في أحد الكتابات قرأتها إنه إذا اقتلعت وردة من بستان فعرش الكون يهتز، فهيدي الحالة يمكن بتأثر تماما مرتبطة ببعضها، إنه في تماما ناس عن جد بتحس بأي شيء حواليها هو شيء عم تتعامل معه كأنه في حياة. كثير حلو، حتى اللوحة هيك بتتعاملي معها. ايه تماما. هو مرتبطين شوي ببعض، لانه الماندالا هي اشكال من الطبيعة، هي بتعبر عن الكون الميتافيزيقي، هي دخلها بالحضارة الهندوسية، كانوا يرسموا اشكال هندسية والوان، كل لون بيعبر عن حالة نفسية معينة. لما بتكوني معصبة مثلا بترسمي الألوان، بتلوني بالألوان النارية، الأحمر هيك بتفرغي غضبك أو حزنك مثلا، تمام. بهيك أشكال وألوان. وقت بنرسم هيك مثلا مثل أسود، يعني شو بيكون خاطر ببالك؟ صراحة أنا حبيت هذا الورق بالذات أو الكرتون، لأنه هدول الألوان بيضووا بالعتم، يعني بيعطوا طاقة حلوة، حلو. انه فيهم مادة مثل النيون او شيء، فانه اذا حطيتي جنبهم ضوء خفيف شوي فانه اللوحة الرسمة بتتوهج. تظهر واضحة بكل تفاصيلها. ايه يعني هيك بتعطي ضوء، يعني هي الرسمة بتعطي ضوء، خاصة على الاسود يعني، على الورق الاسود، ففضلته لهذا اللون الكرتون، يعني حسيت احلى، حسيته هلا عم نشوف بيشبهني يعني. الرسمة تقريبا يعني جاهزة ولا لسه فيها شغل؟ هي ايه لسه فيها شغل، هي عم صور الخطوات الرسم. الألوان أو المادة اللي بترسمي فيها شو هي؟ هل هي لام رسم العادية، الألوان العادية أو هي بس مخصصة للورق الأسود فقط؟ بس. ايه ومثل الجيل هي بتكون بدها شوي لتنشف، أحيانا بتعذب الصراحة يعني، بتعذب بالرسم كتير، بس أنه قدرت أتعامل معه. هلا بهيك رسمات هو بتحسي هيك نظافة الرسمة بتعطي يعني حلاوة لها، ما خرج يكون فيها أي نوع من العشوائية أو أي نوع من ايوه تفصيل. يعني من أي خطأ من الأخطاء. قديه هيدا العامل يعني كمان بتعبك أنت كثير بتفاصيل كثيرة. في يعني، وخاصة لما صارت العالم تطلب مني لوحات معينة، صرت أي خطأ صغير رح يبين، رح يكون واضح كتير، تلغيه فإنه في حال أو ممكن صراحة يتصحح؟ ولا مرة مرقت لسه بهذا الشي، لأنه إن شاء الله ما تمرق. بس بلش برسم اللوحة بدي أكون كتير مستعدة نفسيا، وبدي أكون حالتي النفسية كتير منيحة لحتى أقدر ما أغلط ولا غلط في يعني. وقت معين بتحبيه للرسم أو لا؟ الصبح
الصبح حلو مع القهوة وفيروز وهيك يعني، وكمان الموسيقى كتير بتساعد كتير. فنانتنا كمان يعني ما حكينا كثير عن التمثيل اللي هو انت حبيتي المسرح فيه، هل هي تجربه حبيتي تمري فيها او هو شيء لهدف انت راسمتيه للمستقبل؟ هلا هي كانت كهوايه فينا نقول، بس صراحه ممكن بعدين مثل، بس لقيت حالي بالرسم اكثر. يعني هو قلت لك انه الموهبه بدك تكتشفيها، تمام، بدك تدوري عليها وتكتشفيها، فلقيت حالي بالرسم اكثر من المسرح. بس كمان المسرح حلو. جربت كثير شغلات يعني، حتى على العزف كثير قصص، بس اكثر اكثر شيء هو الرسم. بتدرسي بمجال مختلف وهو المحاماه تمام. كمان يعني عند بتشتغلي شغلك الخاص اللي هو كمان بعيد عن هواياتك، قد ايه هيدا التنوع يعني حسسك واعطاك ثقه بكل شيء حواليك، بشو حابه تكفي اكثر شيء فيه؟ اكثر شيء حابه بالرسم حاليا، بس اهم شيء يعني واحد كمان ممكن يعني ممكن يحب مجال العمل، يعني مثلا اشتغل حد بشهادتي، مثلا اشتغل بشهادتي لسه ما بعرف، بجوز مثلا لاقي حالي بهذا الموضوع. تمام، الحياة تجارب بالنهاية وانت بتكتشفيها مع الوقت. نتمنى لك التوفيق بكل المجالات اللي عم شكرا تشتغلي شكرا فيها. على الفنانة استضافتك. الشابة ميس عثمان نورتي صباحنا، تسلمي، أهلا وسهلا شكرا. فيكي.